ولتسليط الضوء أكثر على أوضاع العمال ولا سيما في العراق في ضوء ما جرى من فساد حكومي طيلة السنوات الماضية واستهتار بقضية العمال ولا سيما في الآونة الأخيرة مع تفشي جائحة كورونا، معنا من بغداد عبر سكايب الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري. مرحبا بك دكتور ماجد. يا أهلا وسهلا ومرحبا. على يعني بطريقة خاصة يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للعمال، ونحن نتكلم عن العراق وعن عمال العراق، بودنا أن نتعرف بداية على طبيعة وظروف العمال في العراق ولا سيما في الآونة الأخيرة. قبل كل شيء أهم القلعة العراقية والشعب العراقي بكل بعيد أول مايو مع يعني الظروف القائمه في الوقت الصعب القائمه في الوقت الحاضر بالنسبه للعاملين للعمال بشكل عام، العمال والطبقه الفقيره والفلاحين ايضا يعانون كثيرا جدا من شغف العيش وفي نفس الوقت من انتشار البطاله وانتشار الفقر وبنفس الوقت الجهل والاميه وكل ما يتعلق بالحياه الاجتماعيه الرفاهيه المناسبة للفرد العراقي. أتمنى أن تعبر الأزمة وبشكل جيد إلى العراق ويستطيعون العمال العراقيين وكل الفقراء العراقيين والفلاحين أن يحصلوا على ما يريدون. في الواقع يعني العراق يمر في مرحلة خطيرة جدا على المجتمع العراقي وعلى الشعب العراقي وعلى العراق نفسه من نواحي كثيرة جدا. أولا الهبوط الكبير في أسعار النفط، هبوط في كمية النفط، هبوط يؤدي إلى هبوط كبير جدا في الإيرادات النفطية وأكثر من 98 ولو يعني يقولون 95 لكن هي أكثر من 98% العراق يعتمد على الواردات النفطية. وهذه الموازنات الانفجارية الكبيرة التي حصلت من عام 2003 لحد الآن للأسف الشديد لم تستطع هذه الموازنات أن تحل المشاكل الاقتصادية في العراق وأن تحل المشاكل المتعلقة بالعمال العراقيين والمجتمع العراقي بشكل عام. نعم. أخذنا مجموع ما دخل العراق من النفط وحده من عام 2003 لغاية نهاية الشهر الثالث 2020 هو بحدود 945 مليار دولار عدا الأموال اللي ورثناها من سابقا، عدا الأموال المجمدة، عدا الأموال النفط مقابل غذاء، عدا القروض، عدا المعونات، عدا المنح كلها اللي تصل إلى حدود 1300 مليار دولار. نعم. لكن للأسف الشديد نعم لحد الآن العراق يعاني من مشاكل كبيرة جدا. نسبة الفقر وصلت حسب الإحصائيات الرسمية وصلت في مجموع العراق إلى أكثر من 25%، البطالة وصلت أكثر من 18%، هذه الإحصائيات الرسمية. نعم. لكن الواقع هو أكثر بكثير جدا. وإذا ما تم على دكتور إلى ماذا تعزو سوء هذه الأوضاع؟ يعني الحكومة قالت من قبل أنها تحارب الإرهاب وهناك مشكلة كبيرة لأنها تنفق على النفقات عسكرية كثيرة لمحاربة الإرهاب وغيره. محاربة الإرهاب انتهت منذ سنوات، هذا إن كان ذلك صحيحا، ولا تزال أوضاع العمال كما هي، يعني لم يتغير عليهم شيء. إلى ماذا تعزو أسباب تراجع هذه القضية؟ عزيزي، الحكومات العراقية المتعاقبة من بعد 2003 لحد الآن دائما تجد العذر لتشويه الحقائق الموجودة وللتغطية على الإدارة السيئة للاقتصاد العراقي والإدارة السيئة لأموال العراق. من غير المعقول كما ذكرت أنه أكثر من 945 مليار دولار من النفط وحده دخلت العراق والعراق يعاني من هذه النسب الكبيرة جدا من البطالة والفقر والجوع والجهل. ولذلك السبب الأساسي هو الفساد الإداري والمالي اللي سببته هذه المحاصصة الشرسة
للعمل للسلطة العراقية الموجودة الآن في العراق. وللأسف الشديد غياب الإدارة الرشيدة وغياب الرؤى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. الغرض الأساسي من كل الأموال التي دخلت ذهبت أكثرها لعمليات الاستيراد الكبيرة جدا، بحيث وصلت في عام 2013 إلى حدود 78 مليار دولار، والآن بين 55 إلى 65 مليار دولار يتم الاستيراد رغم كل الظروف السيئة التي يمر بها العراق. ومع ذلك يتبجحون أو نتبجح في الوقت الحاضر أننا استطعنا أن نعمل اكتفاء ذاتي من الحنطة والشعير، رغم أننا لحد الآن نستورد هذه البذور من الخارج. نعم. ولم نستطع أن نعمل الاحتياطي، البذور اللي موجودة عندنا لم نستطع أن نصنعها من أجل أن تكون بذور للزراعة في المواسم المقبلة. نعم. طيب دكتور، لو أردنا أن نتحدث لضيق الوقت لو سمحت عن جائحة كورونا وأثرها على العمال في العراق، لا شك أنها تركت أثرا كبيرا على عمال العراق وعمال العالم، هناك مئات الملايين من العمال تأثروا بهذه الجائحة، ما الآثار التي ترتبت على ذلك بالنسبة للعمال في العراق؟ عزيزي خلي بس نقول أمريكا وحدها الأسبوع الماضي الإحصائية الموجودة أنه أكثر من 22 عامل عاطلين عن العمل بسبب كورونا، هذه الجديدة اللي سجلوا جديد 22 مليون عامل. نعم. سجلوا. العراق أعتقد أن لا توجد إحصائية مناسبة لهذا الموضوع، ولكن البطالة والعطالة التي تمت فيما يتعلق بأصحاب المهن الحرة البسيطة، أصحاب التاكسيات، أصحاب البسطة البسيطة هذه، أصحاب يعني الذين يتعاملون بالأعمال الحرة البسيطة، كلهم تأثروا، وكلهم لولا هذا التكافل الاجتماعي البسيط الذي حدث لحدثت لدينا مجاعة كبيرة جدا، ولحدثت ما يسمى بالموت جوعا كما حدث في الصين في العوام 1948 وقبلها. لذلك المسألة المطلوب يعني الموضوع الآن التأثر الكبير هي زيادة البطالة إلى درجة كبيرة جدا، وزيادة الفقر، نسبة الفقر إلى درجة كبيرة جدا، إضافة إلى الأمية والمسائل الأخرى التي لا مجال للحديث عنها الآن مقابل الأشياء. وفي نفس الوقت لحد الآن الحكومة والسلطة تفكر في كيفية تسديد رواتب الموظفين، وكأنما الشعب العراقي كله موظفين. نعم. للأسف الشديد أن كل الكلام يكون الآن هو الموظفين الذين التزموهم من بداية 2003 لحد الآن. نعم. ولا يتم الكلام عن مجموع الشعب العراقي الذي عانى ما يعاني من المحاصصة لا استطيع ان اصف هذه الامور اللي موجوده بسبب يعني المحاصصه والفساد الاداري والمالي. نعم. ولحد الان يفكرون في اشياء لا يمكن قبولها اجتماعيا. يعني دكتور ماجد، يعني حضرتك خبير اقتصادي، يعني تعرف ان الحكومات في معظم دول العالم خصصت حوافز، مساعدات، معونات، دعمت الشركات الخاصه، دعمت الشركات المتوسطه، قامت بشيء ما لمساعدة الناس في جائحة كورونا، ولا سيما أنها استمرت وستستمر لشهور طويلة، فماذا فعلت حكومة العراق من أجل ذلك؟ عزيزي أمريكا وحدها أعطت لكل فرد حدود 1791 دولار، وللأطفال 500 دولار إضافية. احنا لحد الآن نفكر بدفع 30,000 دينار الى الفرد العراقي، الى يعني المتاثرين في موضوع كورونا والعطاله والبطاله اللي موجوده في العراق. للاسف الشديد حتى الان يفكرون بمستوى اعلى بكثير جدا من الواقع اللي موجود في العراق، يعني حتى ال 30,000 يجب ان الاتصال عن طريق الانترنت من اجل الحصول على ال 30,000 دينار.
الأغلبية الساحقة من الذين يعانون من المجاعة هم فقراء لا يملكون لا إنترنت ولا يعرفون القراءة والكتابة. نعم. فكيف يمكن توضيح هذه الأمور؟ ولحد الآن لا يفكرون إلا بمصالحهم الشخصية وبمصالح أحزابهم. هناك أموال كثيرة جدا نهبت وسرقت، ولكن لحد الآن لا أحد يفكر بكيفية استرجاع هذه الأموال. للأسف الشديد الأمور اللي مطروحة في الوقت الحاضر هي دون مستوى المطلوب لمعالجة الأزمة التي يمر بها العراق، وأعتقد أنها ستكون كارثة إذا ما استمرت الظروف الآنية كما هي عليه في الوقت الحاضر، والانحدار الكبير في أسعار المطلوب. شكرا دكتور. إمكانية استمرار هذا الانحدار الكبير بسبب الوضع الاقتصادي العام في العالم. أشكرك دكتور ماجد الصوري الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب من بغداد.